نظم مكتب التشغيل في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الأردني الهاشمي بالتعاون مع نادي أيدون الرياضي معرض التشغيل 13 بمشاركة عدد من شركات التوظيف والأسواق التجارية وأصحاب العمل. المزيد في التقرير التالي لزميل غيث التل. نتابع. مركز التشغيل في مركز الأميرة بسمة للتنمية يسعى لتشبيك الباحثين عن وظائف مع عدد كبير من القطاعات والمؤسسات من خلال إقامته معرضاً خاصاً بالتوظيف تشارك به 30 شركة. اليوم احنا عندنا معرض توظيف في 600 فرصة عمل، 400 فرصة تدريبية. كان دورنا تشبيك أصحاب العمل مع الباحثين مع عمل حتى عن جد تكون وجه لوجه مباشرة صراحة، لأنه احنا دورنا أنه نسهل مهمة الباحثين عن عمل حتى عن جد يكون لهم فرص، وإحنا شريك استراتيجي مع الدولة حتى كلياتنا يكون همنا واحد للباحثين عمل والخريجين الجامعات وأصحاب المهن، نشبكهم مع بعضهم يكون لهم دور محوري فيه. وفي خريطة خارجية بتحدد شو التخصص وشو الشركة اللي عندها الفرص العمل مشان إيش ما توه الباحث عن عمل لحتى يجي يقدم طلبه بأريحية كاملة. الحقيقة إنه هاي المعارض هي بتفتح فرص عمل الشباب، وإحنا بنعرف إنه اليوم الفرص أصبحت ضئيلة في ظل الأوضاع اللي يعني وتحقيق الوظائف العامة، فلذلك أصبح هناك مسؤولية على المؤسسات والشركات اللي إلها مجال بالتوظيف الفئات الشبابية والقادرة على أنها تؤدي دورها. متقدمون للوظائف في هذا المعرض خالفوا القائمين عليه بآرائهم، مؤكدين أن طموحهم كان أكبر مما شاهدوه على أرض الواقع. جيت على هذا المكان عشان ألاقي وظيفة زي ما أعلن عنها من قبل، بس ما لقيت وظيفة. خريجة علاقات عامة وخريجة جديدة، ما لقيت الوظيفة اللي غير كلهم عمال مصانع، مصانع للشركات وهيك ما لقيت من مرة. نشكر الصندوق الهاشمي على المبادرة الحلوة هاي والمسؤولين القائمين على موضوع معرض التوظيف في أربد، لكن نحب نتطرق لموضوع أنه الرواتب اللي متاحة 220 دينار، لما بتخصم منها ضمان اجتماعي صفي لك يعني تقريبا 190 أو 210 دينار. هل تكفي لفتح بيت او لصرف على عائله مثلا مكون من 4 أو 3 أفراد خلينا نحكي؟ مستحيل. البطاله مشكله الاردنيين الاولى منذ زمن تؤرق مضاجعهم وتطيل ليلهم. اجتهد مركز الاميره بسمه في اربد بمحاوله حل جزء يسير منها علّه يوفق في توظيف بعض العاطلين عن العمل.